من مفاجآت رمضان السنة رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية لبرنامج رامز رامز عدل وطار اللي تم تصويره في الرياض، ومع عرض أولى حلقاته نشرت هيئة الترفيه كواليس البرنامج وكشفت أنه في فريق ضخم من 200 شخص اشتغلوا على البرنامج اللي استغرق تجهيز موقعه 40 يوم. واللي يقول لك رامز مش جاي السنة دي قول له تعالى كل زبادي. تعالى انا مش بحبك، امشي امشي، عامل عملية يا رامز.